بين تكأكأ الناس في بغداد على رجل، وكانت بنته هولاكو تسير متبخترة في شوارع بغداد بعد حرقها وإلقاء المراجع والكتب والمخطوطات في النهر، سبحان الله. قالت: ما هذا الازدحام؟ قالوا لها: عالم من علماء المسلمين. قالت: ائتوني به. قالت: ألستم مسلمين مؤمنين؟ قال لها: نعم. قالت: ألستم تعتبرون كفارا؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ قالت: لماذا؟ يعني منحنا الله أكتافكم وأرضكم وأرزاقكم وخزائنكم وملككم، سبحان الله، وهزمناكم، أليس الله رب العالمين بناصر المؤمنين على الكافرين؟ قال لها: أتعرفين قطيع الغنم؟ قالت له: نعم. قال: إذا شردت ونفرت النعاج والخراف ماذا يصنع راعي الغنم؟ قالت: يرسل عليها كلاب القطيع حتى تعيدها إليه مرة أخرى. قال لها: وإلى ما تظل، ما هي المدة التي تظل فيها الكلاب تنبح وتعقر أفراد القطيع حتى يعود؟ قال: إذا عادت إلى صاحبها أو إلى مكانها الطبيعي توقفت الكلاب عن النباح والعقر. قال: هكذا نحن تشرذمنا كقطيع الغنم، فنبحتنا الكلاب وعقرتنا، وما زالت القطعان شاردة وما زالت الكلاب تنبح. نسأل الله أن يعيدنا إلى حضيرة الإيمان.